السلام عليكم ورحمة الله، معكم الحارس أحمد بن عيسى، مدينة طنجة. العام اللي فات اتصلوا بي مسؤولين فريق رجاء بني مكادا، بغيت نلتحق بهم. ضربت واحد نصف موسم من العام اللي فات، وهذا العام مادام اللي جيت نرجع لاتحاد طنجة تفاجأت بتلقي العقوبات لمدة سنتين. مشكل، كنا لعبنا واحد مباراة فريق الشبان مع أمل وزان، كنا خسرنا، الحكم كان تعدى علينا في ديك المباراة صراحة الله. وملي سالينا الماتش أنا كنت عامد ديال الفريق، كنت كابيتان. الحكم تهجم عليه واحد الشخص، الحكم عمرنا كاملين بين السابينة، عمرنا عامين عامين عامين. جاني هذا الخبر، هذا صراحة صدمة قوية، لا لي ولا الوالدة ديالي ولا الإخوان ديالي ولا الأصدقاء ديالي ولا الناس اللي كيعرفوني كاملين بهم. راه أنا ماشي ديك، ما أنا ماشي الواحد صداع، أنا بالعكس كنمشي نتريني نهز الحويجات ديالي. راه الدراسة ديالنا سمحنا فيها العام اللي فات باش نكملوا في الرياضي ديالنا ونحققوا الحلم للوالدين ديالنا. وأصدق تبانت هذه العقوبة، نطلبوا الله يكون شي واحد يتدخل العصبة شي حاجة يحلوا لنا هذا المشكل إن شاء الله يا رب. بالنسبه للعامين التوقيف، راه عامين ما يمكنش تزيد تحلم تلعب الكره. وعاد انا جات السن ديالي ما بين 19 عام و 20 عام، عاد توقفني ما بين 20 و 22 عام. راضيه بنادم اللي كيعمل فيها مستقبل هاد العامين هادي بالاخص. معنا الحمد لله هادي 7 سنين وانا خدام، اللي كنت في مينيم وانا طالع جونيور كادي، شهادة الجامعة، ما كان ما عمري تعديت لشي واحد، ما عمري ضربت الحكم، ما عمري خديت بطاقة شي بطاقة حمراء. بنادم كنشوفه احترام اي حاجة، كنتمنى يشوفه من هاد العقوبة ان شاء الله. راه صراحة الخبر صادم في وسط الاسرة ديالي ولا في اصدقاء ديالي صراحة الله. اي والله فاش كنتواصل مع رئيس فريق بني مكادا كنقول له عمل السيناف، كيقول لي السيناف ما انا اصلا خدام تما، هذيك الشغل ديالي انا كنعرفش اللي كنعمل، انا ما عملتش قال لي انا ما عملتش السيناف، قال لي انا عملت الظلم. صافي ديك الساعه رجعت كنت شي التحقت فريق اتحاد طنجه، كنعمل تدريب اتحاد طنجه هما اللي عملوا دفعوا لي السيناف. رجاء بني مكادا ما دفعت لا السيناف لا حتى شي حاجه. اتحاد طنجه كنوجه الشكر للرئيس سي محمد احق، انا الصراحه هو اللي واقف معنا في هذا الشيء هذا كامل، كيتصل بينا ويامننا بزاف الحاجات. اي والله صراحه الله كنطلب من الناس المسؤولين يشوفوا من يعاودوا في هذا القرار صراحه. الى وقف سيني انا دابا وقف سيني عامين، راه صافي الحلم بالنسبه لي لكره القدم راه صافي عايت وقف نهائيا. كنطالب مسؤولين د المدينه ومسؤولين د العصبه، مسؤولين الكبار ديال المدينه يعاودوا يشوفوا في هذه القضيه، ما كرهناش، يعاودوا يحلوها في اقرب وقت صراحه الله. راه ما يمكنش حنا يسمحنا في كل شيء، سمحنا في القرايه ديالنا، سمحنا في كل شيء باش نبقاو نتدربوا ويوفقنا ربي في مسار الكروي ديالنا. تجيك هذه العقوبه فيها سنه، ان شاء الله نطلبوا من الله يكون خير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.